السلام عليكم وأهلا بكم ومرحبا بكم في حصتكم من القلب وإن شاء الله إلى القلب. وإن شاء الله يا ربي هاد الفيديو تلقى أخواتي كاملة مهنيين. هاد الحصة اللي درتها وكلامي كان دائما سبونتاني تلقائي، جامي وجدت له، جامي يعني خططت له، خارج من قلبي والحمد لله لحق لقلوبكم. الموضوع تاع اليوم هو موضوع شحيحة، والموضوع اللي أثار يعني نقاش كبير بين الأخوات، ولقيت كاين يعني الأغلبية كانت مع الفكرة وكاين ناس عندهم وجهات النظر ديالهم، ولقيت بزاف بنات مساكن يعني نساء عندهم مشاكل مع الأزواج ديالهم في هاد قضية الماديات والتأويل تاع الدار. كاين أخت قالت لي باللي كان الزوج ديالي يحب ياكل يعني تاع كرشو، وكي تقول له نديرو التأويل ما يحبش، وداير يعني كلشي يديرو من دراهم المصروف، وكي تقول له راني اعطيني يعني لوي بروبوزي الفكره تاع شحيحه الي كونتر. الوغ هنايا الاخت هذه نقول لها بلي قريت التعليق ديالك ونجاوبك يا اختيتو. شحيحه يا عمري جامي تقولي عليها لكاش واحد. شحيحه سميت شحيحه من كلمه الشح، باسكو متحاحه يعني كي تدخلي هذيك الحاجه يفو با تعاودي تخرجيها، هي تولي متحاحه. وشحيحه يا عمري ما نقولوا عليها ني لازواجنا ني لوليداتنا ني حتى واحد، سينو ما تسمات شحيحه، سمات تاريخ وجغرافية. ولا قلتي عليها لوليداتك، ولا قلتي عليها لراجلك، ولا قلتي عليها لاختك وممتك، وين يحصلوا يجي يقولوا لك هاتي سلفينا باسينا، الوغ ما ولات شحيحه، ولات فضيحه يا اخي، تما تولي فضيحه، ولي كيما قال الاخر تودي من بعد هاتيك خلاص، ما امبوسيبل يعني سا مارش، محال. شحيحه ديريها انتي بتخبيه، والحاجه اللي تحطيها ما عتيش تزيدي تخرجيها. هذه حل من الحلول يعني القديمه جدا اللي كانوا يسيروا بها مالينا زمان كامله كامله كانوا. وحكيت لكم القصه، قصه تاع وحده قريبه ليا يعني قريبه فريمون، اللي كانت بالسكر والقهوه كيفاش كانت تنقص دائما من السكر وتخبي، كي تلم باكي يولي لها كيلو تقول للزوج ديالها عطيني نشري السكر، بيسك خلاص السكر يبا يمد لها من هذوك الدراهم. هاد العقلية هادي نزيدو لها حبة صبر والنتيجة تكون ما شاء الله. بصح لازم الصبر، ماشي ندير شحيحة شهرين تلت شهور نقول لهم ما تلايموش، نو. انتي شحيحة قادرة تخبي فيها في الشهر 200,000، الأخرى قادرة مليون، الأخرى قادرة زوج ملايين، الأخرى قادرة 30,000. ألوغ 30 مع 30 و 10,000 مع 10,000، ألوغ لا الصرف مرة 5,000 مرة 2000 مرة 10,000 مرة 100,000، وتشوفي النتيجة كيفاش مذهلة مع الوقت اللي راهو يجوز بالخف. قلت لكم شحيحه هذه قضيه تانيك، هذا يعني شحيحه والتاويل تاع الدار يقعد قضيه خيار، يا اخي خيار نديروه. انت الزوج ديالك يعني يشوفوا الاغلبيه تاع الازواج هذا التاويل تاع الدار ما يهمهمش، بيسك علاش شكون اللي قاعده في الدار، شكون اللي يتعجن، شكون راه يتغسل، شكون راه يتكنس، شكون اللي يدير نيتواياج، ماشي المراه. الوغ هو ما يحسش واش راكي ديري انت، انت اللي تحسي بروحك وانت اللي ديري تاويلك. وحده اللي تقول لك ايه كيما واحد الاخت مسكينه الزوج ديالها مسكين ما عندوش، وهي كانوا عندها حدايد كيما يقولوا، باعتهم وشرات لافيسال، شرات مسكينه بيتران، شرات ايبان يعني الناس الطفوليه، الناس اللي تدخل في امور الاخرين نادوا ليها كامله بو عليك، ولا انت مراكشي وحده تبيع الذهب ديالها باش تشري القربج، ولوكا خبيتيهم العقوبه لكاش عمراكش. مسكينه هي متقنعه يعني بالشي اللي دارته من المجتمع ما خلاهاش، وكتبت لنا تعليق وانا جاوبتها على كل حال، وقلت لها سيري سيري حياتك كيما قال لك راسك، واللي ما عجبوش الحال ما يديرش بحالك، هذا ما كان. وهي قالت كلام شباب عجبني، قال كان عمره نديرها في وليداتي كي نقوم بهم ونوكلهم ونشربهم ونقدر نقيم بهم، هذيك هي العمره ديالي والباقي يجيب الله سبحانه وتعالى. يعني عيب اننا نسيو ناثروا على الناس. انا عطيت مون بوين دو فيو اللي ساعد يعني حل من الحلول التدابير هذه من قضيه التدابير. بصح انا نشوف وحده يعني باعت اون باك ولا ان براسلي باش راح تدار تامبيرتران في دارها، ولا مسكينه عندها لاختخوز ما تقدرش توقف في البوتاجي شرات لا فيسال يعاونها، نروح نقولها لا لا كيفاش تبيعي ذهبك. الذهب يا خواتاتي باش يعني نعطيكم عقليه، على كل حال تحبوا تدوها تحبوا تخلوها لكم يعني الحريه المطلقه. نعطيكم واحد العقليه، اسمعوني مليح مليح واش راح نقول. كل واحد فينا يدي نصيبه الوقت اللي راهو فيه. ناس زمان كانوا يديروا الذهب وكانوا يتمتعوا به، كي تحط مسايسها في يدها حتى النهار اللي تموت
باش ينحوهم من يدها، تتمتع بيهم، تغسل بيهم، تنشر بيهم، تروح يعني تروح بيهم للعراس، تضيف بيهم، ولا شرات سلسلة تلبسها، ولا شرات خاتم تلبسه، ويروحوا للعراس يتباهوا به، وتخرج به للزنقة نورمال. عاشوا في وقت كان الذهب يعني، وما كانش يعني هاد التفاتف اللي كاين دركا، وكان الذهب ما كانش المراني ما ديرش الذهب، يخدموا العجاير، يخدموا القفالي، يخدموا دي بيتيت دي سونتان دو بياس، ويشرو هذيك لا بياس دور باش يتباهوا بها ويزينوا. كانوا الذهب يزينوا به زمان. اما دركا تشرو الذهب تخبوه في الفنيق، ولا تخبوه في كاش كوفخ، ويقعد هذاك الكوفخ هو اللي لابس هذاك الذهب، ولا خرجتي به للعرس تبداي تخمي، تقولي ايماجين راني رايحه بلا فاتوره، تقولي يجريسيوني ويدوهولي في الدار، تعودي خارجه فواياج تبداي تقولي وذهبي وين نحطو، ما تلبسيه، ما تتمتعي به، ولا عندك كونتيتي تخرجي عليها الزكاه من العام للعام، ومن بعد تيك يعني حارمه روحك من كلش، ومن بعد كي تموتي يعني بكل بساطة يتقسموا الورثة ويضربوا عليه، ومن بعد تيك ما يعرفولوش من بالقيمة. قالوا كنت حرمتي روحك مش حال من حاجة، ما لبستي، ما داويتي، ما رحتي، ما جيتي، ما كسبتي، ما لومتي شد هذاك الذهب، ما تمتعتي به انت، يا ما متعتي روحك به. الوغ يعني شوفوا، باسكو الوقت اللي رانا فيه، روحي لبسي خاتم ولا كور ما تخرجي بها للزنقة، يديروا عليك لونكيت ومن بعد كيتبعوك ومن بعد كيكريسيوك تو سامبلومون. الوغ شكون تلبسو؟ تلبسو الخزانه والفنيق. الوغ اللي تلبسو الخزانه والفنيق نتمتع به انا، وقلت لكم ونزيد نقول لكم هذه قضيه اراء، وهذه قضيه خيارات. يعني ما انت سي تيان راكي شاده في الذهب ديالك وتقولي اي با، نقول لك ربي يعينك، مي رانا نقصرو. انا هنا مع هذوك النساء مساكين يتشهى تشهى في بيترين، تتشهى في غوبو، وهي عندها ذهب ديالها تقول لك انا ما عنديش، وليدها ضايع في القرايه، خلاص هي اميه ما تقدرش تقريه، وفي المسيد مسكين خلاص ما المستوى ديالو ضعيف، تقول لها قري وليدك روحي شوفي كاش واحد يقريه بالدراهم، تقول لك انا ما عنديش، وهي عندها 33 خاتم وسبع مناقش وكورمات وما بعرفش شنو. بتاتخ انا ما عندي حاجه في الذهب وما نحبوش وما على باليش به وما اصلا ما نقيموش، و جو بريفير تخيريني ما بين غورمات و بيترين، خير بيترين. بون هادي سا سي موا، هادي يعني جزء من الشخصيه ديالي، مي كاين بزاف نو سورتو لي شويه على برا يقدسوا هاد الاشياء، عندنا مناطق الذهب ما كاش يعني شيء مقدس. بون نحكي لكم دركا واحد الحكايه حكاتها وحده، قصه حقيقيه حكاتها مشتركه معانا. قال لك وحده كانت دايره شحيحه، كان راجلها يخدم خدار، من العشيه لعشيه يجي بالصرف، يقولها حسبيهولي. كانت تحسب وتجبد نصيب قليل تحطو تكوتي في هذيك الشحيحه للزمان والعقوبه. زمان كانوا يديروا الحدايد للشدايد، ودوكاتيك ديري شحيحه وضربي النح. اما راتي كانت بشويه 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 دي زاني اي دي زاني. واحد النهار جا ليها هذا الزوج ديالها وقال لها قالها لقيت واحد الدار شحال شابه واسعه، قالها بصح دراهم ما كفاونيش، خصوني 100 مليون. فرحت، قالت له استنى قعد لهنا، وراحت جبدت له شحيحه وبداو يحسبوا في هذاك فهذوك الدراهم اللي سنين هي تخبي فيهم، عطات له 100 مليون وراح شرى الدويره. شوفوا يعني الصبر ديالها السنين، ماشي عمرتها شهرين ولا ثلاث شهور وبدات تحل فيها وتحسب واش كاين فيها، جامي الشحيحه تحسبي واش كاين لداخل، ولا حسبتيها كي ربيتيها درتي ربا، ولي يحسب وحدو شيطلو ما تحسبيش، تحطي وتجبدي روحك، تحطي وتجبدي روحك. ومن بعد كي تجي كاش ازمه كاش ما على باليش انا حاجه تشروها ولا حاجه احتجتيها، تما كي يكون فات عليها وقت طويل اتحليها. يعني هاد الحكايات وهاد انا على بالي هاد الحكايه حقيقيه، وسمعت انا كانت عندي اون كوزين الله يرحمها ويوسع عليها، كانت دايره شحيحه وكانت ظروف صعيبه عايشه فيهم، كانت واش نقول لكم مين داك تحط فيها حاجه قليله. ومن بعد تيك الزوج ديالها بانت له اون اوكازيون تاع اون بوتيت فواتور اوكازيون، وقعد يتحصل بيسك محال يقدر يشريها، وحكمت هذوك الشحيحات اللي تاع الطين هادوك لي حتى تكسريها باش تجبدي واش كاين فيها، وكسرت زوج شحيحات تاعها وفرحت الزوج ديالها. يعني من تماك ولا واش نقول لك، ولا هو يمد لها يقولها كي ما تنسيش الشحيحه، يمد لها المصرف يقولها بصح ما تنسيش حق الشحيحه. يعني الزوج جامي مع الاول دوك واش يعرف، ولا شاف يمه ما دير الشحيحه هذا الشيء، تروحي تحكي له الشحيحه ما يقيمكش كامله، هذه ديريها بتخبيه
ومن بعد كيجيو الزلازل والبراكين وتجيك كاش ازمه ويشوفك بلي كنتي انسانه دبيريه، يعود هو يمد لك يقول لك هاكي راح يخبي فيها بس كي يعرف قيمتها. ان شاء الله برك خواتاتي يعني بنات اللي متحصرين ما عندهمش تقول لك انا ما عنديش، انا نقول لك اون غوت مع اون غوت ديري اون فونتان، قطره مع قطره ديري بحيره، قطره القطره يعني ما نحكروش القطره باسكو القطره مع القطره تتلايم وتولي كاس تولي قرعه وتولي من بحيره. يا اخي خواتاتي ان شاء الله برك لو ميساج تاعي يكون جاز، وان شاء الله يعني راني جاوبت على الاسئله تاعكم والاستفسارات تاعكم، وان شاء الله يا ربي ندعي لكم كامله اليوم الجمعه انه كامله يرزقكم ويبارك لكم ويفتح عليكم ويفتح عليا ان شاء الله يعني، وربي يبارك لنا البركه البركه برك ان شاء الله ربي يبارك لنا. ونقول لكم خواتاتي دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.